بسم الله الرحمن الرحيم. مع بعض في ماس 333 اللي هو numerical analysis، تحليل عددي واحد. اوكي، ما زلنا برضو مع البايسكشن ميثود، طريقه البايسكشن. مساله جايبها لكم اهي، تعتبر تقريبا اخر مثال في هذا السكشن او في هذه المحاضره. بيقول use bisection method to compute. use bisection method to compute first four approximations. اول اربع تقريبات، يعني اول اربع iterations، يعني عايز C1 C2 C3 C4 اربعة وستوب. ماشي. use bisection method to compute first four approximations to mean الجذر الرابع الفورث روت ل 18، الجذر الرابع ل 18. اوكي. also وايضا compute an error bound، حد الايرور في هذه اللحظه هيبقى قد ايه، يعني انا قريب من الحد الحقيقي كم في المية؟ 1%، 2، ماشي، كم؟ 1 من 1000، وهكذا. يعني عايز الايرور باوند. الايرور باوند يعني انا قريب من الحقيقه بقد ايه، كم في قربي من الحل الاكزاكت قد ايه. اوكي، اسمه الباوند ايرور. ماشي. فور يور ابروكسيميشن اند ذا نمبر، ده بقى مكتوب تاني هنا، اند ذا نمبر، عايز عدد الايتريشنز. ماشي. اند ذا نمبر اوف ايتريشنز required for an accuracy of كام؟ of 1%، 10^2، 10^2 يعني 1%، خلاص؟ معناها 1 على 100، 10^2 معناها 1 على 100 قربا كافيا من حل الاكزاكت. استخدم الفترة 2 و3، يبقى هي دي الـ A وهي دي الـ B الفترة. طيب احنا اتفقنا مع بعض، أنا عندي X بتساوي الجذر الرابع ل 18، يعني X أس 4 بتساوي 18. قلت لك ما ينفعش تخلي هي دي الـ F of X، مش هتوصلك حاجة، هيبقى no convergent، هتبقى الدنيا بايظة، مش هتعمل حاجة. يبقى X أس 4 ناقص 18 بزيرو. تاني الـ X الجذر الرابع، خد الـ force root أو الـ force power، هتبقى هنا كام؟ X أس 4 بتساوي 18. يبقى X أس 4 ناقص 18 بتساوي زيرو. هي دي بقى F of X، و f of x عبارة عن polynomial of degree 4، يعني continuous على closed interval اللي هي 2 و 3، يبقى هي continuous والفترة closed. فاضل حاجة واحدة، ان قيمة الفانكشن عند بداية الفترة وقيمة الفانكشن عند نهاية الفترة يختلفان في الإشارة، مش اختلف في القيم، مش دي 5 ودي 6 أو دي 4 ودي 8 أو دي 75 ودي 76، لا، يختلفوا في الإشارة، different in sign. وكلمة ديفرنس ان ساين يعني حاصل ضرب هنا وهنا اقل من الزيرو. طيب يبقى خلاص، ادي الفترة بتاعتي هي A1 2 و B1 3، هو الفترة اللي هو محددها لك. خلاص؟ اللي هو محددها. بجيب قيمة الفانكشن ديت عند 2، يعني ايه اجيب قيمتها عند 2؟ 2 أس 4 ناقص 18، هو 2 أس 4 تطلع 16 ناقص 18 ناقص 2، يهمني الناقص اهي، اقل من الزيرو. قيمتها عند 3، 3 أس 4 اهي، 3 أس 4 ناقص 18 هتبقى 81 ناقص 18 هتبقى 63 بموجبة. يبقى هنا جت موجبة وهنا جت سالبة، هم مختلفين في الإشارة، مش بقولش مختلفين في القيم، مش مشكلة، ممكن دي موجب ودي موجب، يقع توقف الدنيا، ما ينفعش. لكن هنا كده مختلفين في الإشارة، يبقى نكمل بقى، تمشي بقى طريقة البايسكشن، لأنها كونتينوس على كلوزد انترفال، قيمة الفانكشن عند البداية وقيمتها عند هي مختلفين في الإشارة، واحدة موجبة واحدة سالبة أو العكس. يبقى هنجيب النقطة سي، السي هي أول إيتريشن اللي هي A1 زائد الـ B1 على 2، هيبقى 2 و 3 5 على 2 2.5 أهي، دي 2.5 أهي. أقوم جاي حاسب قيمة الفانكشن عند 2.5 أو F of 2.5، 2.5 أس 4 ناقص 18، هوب موجبة، موجبة، بقت موجبة، بقت دي موجبة ودي موجبة. أهو بص بقت موجبة، أقوم جاي حاطط العامة هنا موجبة. بقت دي موجبة ودي موجبة، يبقى الفترة دي تتكنسل، مش عايزها. يبقى الفترة دي هي اللي هشتغل عليها. من دي ودي أصبح هي دي بقى الفترة الجديدة. بقت دي A2 ودي B2 أهو. هتبقى هي دي الفترة الجديدة اللي هشتغل عليها. النيو انترفال. هي دي النيو انترفال اللي أنا هشتغل عليها. طيب هقوم جاي واخد الفترة الجديدة. الـ A2 هي دي الـ A2 ودي الـ B2 أهي. 2 و2 ونص. خلاص؟ ما ننساش كانت عند 2.5 موجبه وهنا سالبه. اقوم جاي جايب السي 2 اللي هي الايه؟ الميد بوينت.
نقط يبقى حجم 2 و2 ونص واقسم على 2 تبقى 2 وربع. 2 وربع اقوم جاي برضو جايب قيمه الفانكشن عندها اللي هي 2 وربع اس 4. قيمه الفانكشن دي 2 وربع اس 4 ناقص 18 اهي هتطلع 7 موجبه اهو موجبه دي موجبه ودي موجبه دي موجبه ودي موجبه. اقوم جاي عامل ايه؟ ها اشيل برضو الفتره دي. طب افرضوا لو دي كانت سالبه يبقى هشيل دي عشان دي. لو افرضوا لو كانت دي سالبه هتبقى دي سالبه ودي سالبه يبقى تترفض دي الاثنين زي بعض تترفض. لكن هي جت موجبه يبقى هي جت ايه؟ موجبه. طالما هي جت موجبه يبقى انا همشي على الموجبه. هنا طبعا انا بقول لو بقول لو كانت دي سالبه وعندك دي سالبه يبقى هتترفض الفتره دي. لكن على الوضع اللي انا عندي هنا دي جت موجبه يبقى الفتره دي هتتكنسل تاني. يبقى اجين الفتره دي تتشال يبقى هي دي اللي هشتغل عليها خلاص. طيب هقوم جاي بقى واخد دي بي اي 3 وديت بي 3 خلاص تمام. هقوم جاي واخد اي 3 وبي 3 اي 3 وبي 3 واجمع واقسم على 2 2 و2 وربع 4 وربع على 2 تبقى 2 بوينت كام اهي تبقى 2.125. حلو اقوم جاي جايب قيمه الفانكشن عندها اجيب قيمه الفانكشن عندها تاني. الفانكشن هي دي يعني اكس اس 4 ناقص 18 بيبقى 2.125 اس 4 ناقص 18 جت برضه موجبه جت موجبه اهي. حلو اقوم جاي برضه مكنسل ديت وهشتغل على الفتره دي تبقى دي اي 4 وبي 4 اهم تبقى هي دي اي 4 هي دي 4 وديت بي 4 خلاص تمام كده. واجيب النقطه اللي في النص يبقى هي دي اخر اتريشن واقول لك هات لي 4 اتريشنز اهم يبقى هي دي سي 4. يبقى السي 4 هتجمع 2 زائد 2.125 ماشي ابطال واقوم جاي جايب الفانكشن ده. طيب حلو قوي. طب بيقول لي بقى سؤال جميل قوي احنا انا طلبت منك تجيب لي 4 ايه 4 اتريشنز. طيب جميل شكرا يا سيدي. هات لنا بقى الايرور باوند. ما ننساش بقى يا جماعه الايرور باوند بيجي بالقانون ده في حاله مين؟ في حاله البايسكشن ميثود. الايرور باوند له قانون مهم جدا اللي هو البي ناقص الاي اوفر 2 اس ان. ده الايرور باوند احفظه بقى. بي ناقص ايه؟ طب مين البي؟ نهايه الفتره اللي انت شغال عليها. البي اهي البي اهي 3 والاي اهي وانت وقفت عند الايتريشن كام؟ الرابعه. انت وقفت عند الايتريشن الرابعه. طيب وقال لك انت اقف اعمل لي 4 ايتريشنز واحسب لي بقى ها الايرور باوند. وقلنا الايرور باوند له معنى انت قربت قد ايه من الروت الحقيقي الاكزاكت انت على بعد قد ايه منه ماشي يعني قيمه الخطا قد ايه يعني انت بعيد عنه بمسافه قد ايه. بصوا بقى معايا بي ناقص ايه البي ب 3 اهو كاتب لكم اهو الايرور باوند الاي ب 3 والبي الاي ب 2 قصدي والبي ب 3 والان 4 وعوض يلا يا سيدي عوض هتعوض هنا يلا بسرعه هتبقى 3 ناقص 2 على كام؟ 2 اس 4 هتبقى 1 على 2 اس 4 هتبقى كام؟ هتبقى 0 بوينت كام؟ 0.0625 يبقى هو ده البعد ده نسبه الايرور يعني حوالي 625 شوف من كام؟ من 10000 ماشي شوف كام 1 2 3 4 ماشي يعني حاجه ما شاء الله يعني قربنا قوي. حاجه ثانيه بقى بيطلبها منك بيقول لك ايه؟ اقرا السؤال الحته الاخيره جميله قوي. طيب اند طالب اند شوف حته هنا اند طالب اند ذا نمبر اوف ايتريشن كم افهم السؤال كويس كم يلزم من الايتريشنز عشان اكون الاكيورسي يعني الايرور اوف يعني باوند ايرور بتاعك اللي هو الابسلون اللي هو الباوند اوف ايرور يكون 10 اس ناقص 2 المفروض هو بنقولها 10 اس ناقص كي ممكن 2 3 وهكذا ماشي. لما يقول لك مثلا 10 اس ناقص 2 يعني 1 من 100 لو قال لك 10 اس ناقص 3 1 من 1000 وهكذا. طيب كام اتريشن اعملهم عشان اقريب في حدود الخطا بتاع ما يزيدش عن 1%؟ ليها قانون جميل جدا اهو. لما يقول لك مثلا اهي الان عدد الاتريشنز اللي تلزم اهي لين 10 اس كي يعني بقول لك مثلا 10 اس ناقص 2 يبقى كي ب 2 يعني سيبك من ناقص وخد الرقم ده. لما اقول لك 10 اس ناقص 3 يبقى الكي ب 3
لما اقول لك 10 اس ناقص 4، 10 اس ناقص 4 اهي تبقى الكيب 4، يعني فاهم ازاي؟ يعني لما اقول لك 10 اس ناقص 2 يبقى الكيب 2، لما اقول لك 10 اس ناقص 3 يبقى الكيب 3. ماشي. والبي والاي احنا حفظناهم. الاي والبي احنا ايه يا جماعه؟ الاي والبي احنا ايه؟ حفظناهم. الاي والبي احنا حفظناهم خلاص. الاي والبي احنا حفظناهم. فلما يقول لك انا عاوز الايرور ما يكونش مثلا ازيد من 10 اس كذا، هنا مثلا يقول لك ايه؟ او هنا 10 اس ناقص 2 خلاص؟ يبقى كيب 2. لو قال لك 10 اس ناقص 3 يبقى كيب 3. فهمت ازاي؟ 10 اس ناقص 5 يبقى كيب 5. يعني بتاخد الرقم اللي بعد الناقص. طيب هو هنا بيقول لك انا عايز كام خطوه؟ كام ايتريشن تلزمني عشان يكون الايرور صغير في حدود 1%؟ خلاص 10 اس ناقص 2 يعني كيب 2. جميل قوي. طيب والاي والبي عندك؟ الاي والبي اهو، البي نهايه الفتره والاي بدايه الفتره. ودق يا مزيكا وروح للقانون. هتقوم جاي قايل ان اكبر من هنا لان اهو 10 اس 2 وهنا 3 ناقص 2، 3 ناقص 2 يعني 1. خلاص؟ وهوب لين واحسب على لين 2، ده قانون اهو عامله لك بالاحمر. واحسب هيطلع الكلام ده 4 بوينت، 4 بوينت كام؟ اهي 4.9 7 مش عارف 1 7، يعني ايه؟ اخد خمس خطوات. يعني لو انت خدت خطوه كمان هنا، واخد بالك احنا وقفنا عند سي 4، واخد بالك؟ لو انت خدت خطوه كمان هيبقى الايرور اقل من 1%. خلاص؟ جربها وشوفها واحسبها. اوكي؟ وكده احنا خلصنا الليكشر الثالثه في المحاضرات بتاعتكم، وان شاء الله انتوا كده جاهزين للايه الاكزام القادم. اوكي بالتوفيق، الله يعطيكم العافيه.